دفاع لأحد المتهمين اللي هما تيقولوا على أنهم عصابة ديال سرقة السيارات. فهادو كلهم ضحايا مزعومين، لأن إلا جينا نشوفوا ونتحقوا على أساس أنه كان واحد يعني الفيديو ديال واحد مفوض قضائي تكلم وقال على أنه هو مع هاد الشركة، وعطى الهاتف ديالو وقال لهم اللي عند سرقات لي شي سيارة، بمعنى أنه ملي يعطي الواحد الهاتف ديالو بمعنى تيقول لك اجي لعندي، يعني غتجي لعندو على اساس انه يقدموا الشكايات ديالهم. وهنا فاش استقطب يعني الا جيتو تلاحظوا غتلقاو على ان ضحايا في مختلف المدن، جايين من طنجة، جايين من يعني من اماكن عدة، جاو لمدينة سلا وضعوا الشكايات ديالهم. علاش؟ لان بهذا الاستقطاب وبهذا الاستدراج ديال هذا الشخص هذا، فجاو هذا لان كل واحد راه كان واضع يعني شكايته في كل مدينة. وواحد الوجه الاعلامي اللي غنأكد عليه بزاف اللي تيقول على انه مدينه طنجة وضعت فيها شكايتها الا انها تحفظت. واش هاد الناس هادو في مدينه طنجة واش ما كاينينش ناس عادلين؟ بالعكس، حنا القضاء ديالنا ككل كله عادل، يعني ما كاينش جهه معينه عادله والاخرى غير عادله. هي اول حاجه خصو يعرفها الراي العام هي ان كاينه تصفيه حسابات. هاد تصفيه الحسابات ديال شخص كان خدام هذه 20 عام مع هاد الناس اللي تيقول اليوم هما غير قانونيين، اللي تيقول اليوم هما راه عصابه ودخمها بهذا الشكل، يعني تيتهمهم بشي حاجه اللي ما كايناش نهائيا، وانهم خدامين مع الشرطه، وانهم هذا اذا نزل واحد النزله ديالو على المؤسستين، المؤسسه الامنيه والمؤسسه القضائيه. علاش؟ باش هنا يضغط عليهم حتى يتمكنوا هما من انهم يفحصوا هاد الشكايات ويشوفوها. وهو هادشي اللي كان يعني هنا في سلاج شفتوا بان واحد المجموعه ديال الاشخاص تقدموا وتينزلوا اعلاميا بواحد الاكاذيب اللي ما كايناش. حنا بصدد ان شاء الله توضيح، حيت حنا ما يمكنناش في الابان ديالها كنا نوضحوا، ولكن الان الوقت اللي تنجمعوا بعض يعني المعطيات وبعض الوقائع، فحنا الان امام يعني ملف يعني كبير فيه أدلة كثيرة تتبين الحقيقة ديال هاد النزول الإعلامي ديال أن هاد الضحايا المزعومة، وتنأكد على أن ضحايا مزعومة اللي تتقول على أن راه عصابة تتسرق لها السيارات، في حين أن المسائل كلها قانونية. يرجعنا نقطة نقطة هذا من 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 مدير الشركة الى الممثلين القانونيين الى المفوض القضائي، لان هذا المفوض القضائي الاخير اللي اتهموه اتهام باطل وهما ما معاهمش، يعني ما كانوش متواجدين معاه. اذا بالنسبه لينا حنايا الوقت اللي تيتهمك شي حد شي حاجه راه خصها تكون باينه. هاد الناس هادو بالاساس كانت عندهم تصفيه حسابات، استقطبوا هاد المجموعه ديال الضحايا المزعومه ونزلوا اعلاميا. حنا الان بصدد اننا وضعين ملفنا من اجل باش تبان الحقيقه دائما، والعدل هو اللي تنترجاه ان شاء الله في هذا الملف هذا. لا، هذه شركه يعني شركه لتحصيل الديون، وهما راه شوف هما موقعين. الانسان ملي تيمشي لشي شركه باش يقترض هذا راه تيوقع، للاسف ما تتكونش عندهم يعني الوضوح علاش تيوقعوا. حنا كاملين تنديروها، يعني يعطوك واحد مجموعه ديال البنود انت ما تتكونش مطلع عليها، فقط تجي تتوقع عليها. الوغ ملي تتوقع عليها راه ما تتفاجئك حتى من بعد، ملي هما تيشوفوا راه عندهم واحد النقط اللي هي قانونيه واللي ممكن على ضوءها يجيو ياخذوا داك السياره فيما كانت هي. كاين داروا هما اما صدروا احكام قضائيه، اما كان عندهم داك التلقائيه، لان البند اللي عندهم في القانون تيقول لهم على اساس ممكن يعني السياره فيما كانت ممكن يسترجعوها، وكان استرجاع السيارات هنا في حالات ما خلصوش. طبعا راه حتى تيكون عندهم يعني ثلاثه الاقساط ما مخلصاش، عاد تجي هاد الشركه هادي عاد توضع يديها على داك السياره، اما بحكم قضائي اما بشكل ودي مع الشخص. والاغلبيه الناس يعني ملي جاوا عندهم راه ما كانش هاد المفهوميه ديال انه راه جاوا راه بوليس وراه كذا، راه هادشي كله يعني ما كاينش.
هذا تقصد اللي تيقول لك هادو بوليس وهادو كذا باش جاو داروا هاد الشيء هذا. هما كانوا تيمشيو بشكل قانوني تيمشيو لعند الشخص يقول لي واش يمكن لك تعطينا السياره، راه ما خلصتيش هذه 3 شهور وراه يمكن لك تتصل بالشركه الام اللي ممكن اذا خلصتي راه ترجع لك سيارتك. وفعلا كاين منهم اللي رجع سياراته. شوف هادو مجرد اتهامات كاذبه، يعني الانسان ملي تنقولوا اتهم راه المحكمه هي اللي هي اللي يعني اللي عندهم الاختصاص هما اللي يتهموا، هما اللي هما فقط خصهم يوضعوا هي شكاياتهم ويحطوها ويقولوا حنا راه شنو هالفعل ديالنا، هالفعل المقترف من هاد الناس ماشي من هاد العصابه، لان ما يمكنهمش يسموهم عصابه، راه المحكمه هي اللي تتكون واش هادو عصابه ولا ماشي عصابه. اذا هما بمجرد انهم قالوا واحد الكلام غيتصدقوا لا، راه حنا ملفهم معروض امام المحاكم والمحكمه هي اللي عندها الحق تقول الكلمه ديالها. طبعا تنقدموا الصراح المؤقت، ولكن نظرا لان يعني المحكمه تتشوف على اساس انه حنا في ذمه التحقيق باش يعني سريه التحقيق وكذا، هادشي علاش ما ترفضت لنا الصراحه. طبعا خدامين بشكل قانوني، عندهم يعني النظام ديالهم اللي تيمثلهم، وعندهم القوانين اللي هما على اثرها يعني تينطلقوا تيمشيو لذاك السياره باش تسترجعوها، يعني ماشي تيمشيو عشوائيين، هذه ما كايناش نهائيا. حنايا شوف حنا بصدد تحقيق ماشي جلسه، حنا بصدد يعني ملف اثناء التحقيق ماشي جلسات. نعم يمكن الى حيت هذا الملف هذا مازال يفرع كثير من الملفات. دابا حنا امام التحقيق، حتى من بعد عاد يحل الجلسه، حنا ماشي جلسات، حنا امام تحقيق الان. كان واحد الصريح بالنسبه ان المتهمين ما لقاوش اللي غيمثلهم، يعني ما لقاوش شي محامي. لا ابدا، هذاك هنا فاش غنقول لكم ناكد عليكم على ان هي مجرد الانسان يجي كلام فضفاض راه ما يمكنناش ناخذوه، بالعكس الناس طوعوا، يعني كاين المحاميين اللي هما فعلا اللي تيعرفوا، خصوصا هذاك المفوض القضائي اللي يعرفوا بانه فعلا مظلوم، طوعوا انهم يجيو دافعوا عليه. علاش؟ لان 32 سنه ديال معرفتهم معاه، 32 سنه ديال انهم تيعرفوا ان الرجل قانوني وانه ما يمكنلوش يدير شي حاجه، يعني ولو فصيله وحده يسطرها من اجل انه يدير شي غلط. اذا هنايا راه طوعوا، بالعكس المحامي ما يمكنلوش، حيت هنايا هذو راه نسوا حتى في الدفاع، ما يمكنش اي دفاع يعني اي محامي ما يمكنلوش يرفض شي قضيه ما الا اذا كان عنده شي علاقه مع شي حد ولا هذا وبغى يتنقى. اما هو ما كاينش نهائيا ولو واحد يعني حاول يقول هذا ما ندافعش على هذا المتهم. حنا غنوضحوا الحقيقه، حنا الحقيقه اللي ما بيناش للناس كاملين غنوضحوها ان شاء الله، وحنا بصدد اننا وضعنا ملفاتنا اللي هي فيها يعني بعد يعني مشموله بجميع المعطيات القانونيه ومجموعه من الادله الخطيره اللي تثبت لينا هنايا على ان الناس في وضعيه خطيره، وانهم هما ولاو صبحوا تيتاجروا بهم. هاد الناس هادو صبحوا يعني حنايا امام جريمه ديال التجار بالبشر، وهذا هو الاخطر في الامر. وطبعا حنا راه القانون تيعاقب، لان راه ماشي اي شخص بان ليه راسو يمشي يخرج للاعلام ولا يمشي ويقول كلام فضفاض ويقول انه يتهم الناس. الاتهام راه خطير، خصوصا التشهير، هذا راه تيشهروا بناس اللي هما ابرياء، اللي هما عندهم مكانتهم في وضعهم في المجتمع، وانهم تيشهروا بهم باش يقولوا على ان هاد الناس هادو مثلا راهما خدامين في سلك الشرطه، وراهما كانوا هاد الناس راه كانوا خدامين خرجوا. راه ما يمكنش شي واحد غنحاسبوه مثلا على شي حاجه شي فعل داروا طوال حياته، الوقت اللي خرجوا راه خرجوا تيخدموا قانونيين، ما يمكنلهمش يمشيو يطلبوا، راه تيمشيو يخدموا خدمتهم اللي هي بصفه قانونيه، واللي هما خدامين مع هاد الشركه بعقد رسمي وخدامين قانونيين. طبعا هنايا ضغطوا هما، راه هما هذا العقل المدبر نزل، هو عارف اش تيدير، عارف على انه خصو ينزل على المؤسسه الامنيه ويقول رجالات الامن كذا وعصابه وراهم من رجال الشرطه وجاو، في حين انهم هما ما تيعطيوهم لا صفه ديال رجل الشرطه ولا حتى شي حاجه، تيطلبوا من الناس على اساس انهم راه واش يمكن لكم تعطيونا وديا هاد السياره، ولا ما بغاوش يمشيو يديروا احكام. هنا فاش يكون هنا فاش قلنا قسمنا كاين الملفات اللي هي عطاوها وديا، يعني عطاو السيارات استرجعات وديا، وكاين اللي هما قاموا يعني قدموا يعني لهذا القضيه امام المحكمه، والمحكمه صدرت الحكم ديالها، وبالتالي عطات على اساس ان بقوه القانون انهم ياخذوا ذاك السياره.
هو استرجاع السياره هي فعلا دابا كاين حتى بعض الاشخاص اللي هما ما عندهم علاقه نهائيا بهذا الملف ما عندهمش وهنا هذا هو اللي حنا تنطالبوا انه يتحقق فيه ما عندهمش نهائيا ونازلين تيقول لك حنا سيارتنا وحنا هاد الناس ما عندهم على علاقه لا بهاد الناس ولا بسيارات ولا باي حاجه ونازلين هي اللي عجبو راسو تينزل وتيقول لك اه هاد الناس داروا هما ما عارفينهمش راه الاخطر في الامر هي ولاو تيجيبوا لنا المحكمه داخل المحكمه ويشوفوا الناس المتهمين ويقول لهم هما هادو هادو هما هادو باش هما داك الساعات الا جابوهم شهود ولا جابوهم يعني تيقولوا حيت ما تيعرفوش حتى الاشخاص في وجوههم هذا هو الاخطر في الامر اللي صبحنا ليه واللي يعني هذا العقل المدبر هو اللي فيض هذا الكاس هذا وبقى غادي تيدير شي حاجات اللي هما غير معقوله وما يمكنناش نتقبلوها نهائيا وشاع هذه الدرجه طبعا طبعا شبكات الواحد الدرجه ما تصورش وهنا فاش نقول دائما راه اللي نزل وقال شي كلمه راه خصو يتحاسب عليها ماشي نزل وقول الكلام اللي بغيتي راه نزل وقول الكلام اللي هو واقعي واللي هو كاين باش داك الساعات حيت هما ملي كان خصهم يقدموا شكايتهم المحكمه راه تقول الكلمه ديالها ماشي انت اللي غادي تجيجيني واش انا متهم ولا بريء ولا راه المحكمه راه عندها واسع النظر في هذه المسائل هذه رسالتك الراي العام طبعا الحال السؤال انا رسالتي هي ان الناس ما يمكنش يجيو تسمع الاشاعات وتطيقها راه كفانا اننا اللي عنده شي حاجه يقولها ويبوح بها بحيث حنا ولينا تنتبعوا غير القضايا اللي هي خاويه اما القضايا اللي هي مهمه خصهم تنحطوا يدينا على الحقيقه عاد يمكننا نهضروا دابا حنايا ما يمكننا ما هضرناش الا من بعد ما حطينا يدينا على الحقيقه وعرفنا ان هادو ابرياء هادو متهمين ابرياء اذا حنايا وتطبعا تتبقى الكلمه الاخيره للمحكمه راه ماشي حنا اللي غادي ولو انني كدفاع ما يمكنليش انا نقول هذا بريء وهذا مظلوم وهذا ما مظلومش هذا راه المحكمه راه هي عادله وحنا عندنا ثقه في الناس ديالنا ديال القضاء اللي هما نزهاء وفي جميع المملكه لان هاد الناس هادو راه تيشهروا حتى بهذا تيقول لك احنا مشينا وضعنا شكايتنا هنا ومشينا وضعنا شكايتنا وتحفظات علاش تحفظات لان ما كاينش الادله راه ما يمكنش شي محكمه توضع عليها شي شكايه وما تكونش عندها الادله وتقتنع وتحفظ لك الشكايه ديالك راه حتى التظلم دابا حتى تيظلموا حتى الناس ديال القضاء اللي هما ابرياء من هاد الكلام هذا اللي تيقولوا